على علاقه ديالك على الله سبحانه وتعالى من الجانب العلمي كذلك تجاهه كذلك يعني الله سبحانه وتعالى ما جاش يعطيك رمضان هكا وعطاك الصيام وعطاك انك تصلي وتصوم وتقرا القران يعني غير اعتبار بالعكس هذا الحكم يعني الحكمه من كرمه من هنا الى ثانيه الله سبحانه وتعالى كيقول حيت جعلت بنعمه تصوم ولا تصوم يعني حنا واخا نبقاو كنهضروا على نعم رمضان فوائد رمضان في الشهر كله ما نمكنش نهضروا على فوائد رمضان على الكائن البشري. إذا حاولنا أننا نتطرق لبعض النقاط يعني اللي هي واضحة يعني ما نشوفوش جميع الحديث ولكن نشوف النقاط اللي هي كتبين لك تحيد لك اللبس وكتبين لك يعني بشكل واضح أن كاين واحد العلاقة لطيفة بين الصيام وهذا وبين الصحة ديال الإنسان. أول حاجة نعرفو هو أن خلال الصيام تصايم الجسم ديالك كيقوم بواحد العمل جبار يعني جميع الخلايا اللي عندك جميع الخلايا السرطانية الخلايا الضعيفة الخلايا الممرضة كيقوم كيتم تنشيطها خلال يوم انت صايم فيه. كيفاش كتم تنشيط هاد الخلايا؟ في الحقيقة هضر على النية من الجانب الديني كيفاش أن الإنسان خصو يصلح النية مع الله سبحانه وتعالى وخصو يستقى إلى آخره. من الجانب العلمي كذلك أن يعني الله سبحانه وتعالى إلا من عبد الدنيا تلك ما كل منها نوى يعني أنت خصك تبي النية مسبقة ماشي غير تقول أنا بنيت هذا ولكن أنت الباطن ديالك والداخل ديالك يعني نبيت فيه عاطي فكرة عاطي ديزيرينساج أنك راح تزرع تصلح صايم الجسم ديالك فوريا تمنحك مني انك عاد تصبح صايم العقل الباطن ديالك كيعتبر نفسه الجهاز المناعي تيقول لي نوض تخدم يعني انت راه بقا صايم خصك تخدم الجهاز المناعي ملي كيكون الانسان في حاله ديال 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 الاكل يعني كيكون واكل هذا كيكون ضعيف ما خدمش ديك الدرجه ديال هو صايم الانسان في حاله ديال الصيام الجهاز المناعي تخدم تدير واحد العمل جبار اي خليه سرطانيه ما تبقاش عندها الحظ في جسم الانسان في خلال شهر رمضان الا كان كيصوم بالشكل السليم وكيفطر بالشكل السليم ومتبع يعني نظام سليم خلال شهر رمضان كذلك اي خليه ضعيفه الانسان خلق قوي لا يحتمل الضعف يعني الخلايا الضعيفه كيتم المهاجمه ديالها من الجهاز المناعي وكيتم الطرد ديالها ما كيبقاش عندها حظ انها تبقى في الجسم ديال الكائن البشري يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا كذلك جسم الانسان كيتجدد كل 7 سنوات هذه معلومه مره ثانيه جسم الانسان كيتجدد كل 7 سنوات جميع الخلايا في الجسم كيتجدد كل 7 سنوات ديال اي كائن بشري من غير خلايا الذاكره خلايا الذاكره يعني الا تجددت الخلايا الذاكره كل 7 سنين خصك تبدا حياتك من جديد خصك تعاود تقرا وتعاود تعرف على والديك وعلى سميتك الى اخره هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إذا قلنا أن الجهاز المناعي خلال الصيام تقوم بتنشيط الخلايا كذلك تملك تنمي الصيام وكتعطي المساج النوعي ديالك كيعطي المساج أن راه غدا غيصبح الجسم صايم الجسم ديالك ما كيكونش في حالة جوع أنت كتجوع هي كتحس بالجوع في الحالة في الأيام العادية إحساس بعطش الجوع يقدر يكون خطر عليك ولكن الإنسان هو صايم الجسم ديالك كيكون كيتغدى من الستوك ديال الجسم ديالك اي نحاف واحد هنا عنده ستوك ديال 70 يوم طبعا ماشي مسترسله لان لا تسترسل لها عن الوصال الوصال هو انك يعني عند المغرب وانت مازال زايد الصيام الى اخره انا هاد النقطه بدا كنشريها ضروري بالنسبه للامهات اللي كيبقاو واقفين في الكوزينات يوجدوا في الدار كيأدى المغرب والمغاربه تيوجدوا وقفت مشتين يعني هذه نقطة مهمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجلوا بصدر وأخر الصحو يعني كيف تقال الله أكبر إنسان خصو يفرق الصيام زين هذه بين خاصة إذا قلنا أن الجانب ديال يعني النقطة ديال النية والعلاقة ديالها بالصحة ديال الخلايا الصحة ديال الجهاز المناعي الصحة ديال الجسم إذا فنشوفوا دابا الجانب ديال الفيزيولوجيا والبيولوجيا ديال الإنسان اللي تذكر الله واللي تقرأ القرآن إلى غير ذلك من
من أعداد الرياضة منها. تكون مثال تصل يفهم تكون مع الشرب أو لا تكون عنده سخاء ولا تعصب أو لا غير ذلك تكون عنده واحد طاقة سلبية يعني لدرجة يعني أنها كتخنق تبقى بحال كيتنهد كيبقى يصوت هذاك المدخل اللي كيصاب هذاك الطاقة السلبية اللي عنده الداخل ديالو إلى هزيتي ذاك الهواء وحققتي الكميات فرق مختبر ممكن أنك الهواء يكون ذاك الكاع ذاك المختبر كنقول لحافي الالي يعني كنوصل الهواء اللي عندي